بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الآن موضوع مبادئ الجودة، وسنتكلم عن أهم المبادئ التي يعتمد عليها نظام الجودة. والمبدأ الأول الرؤية المشتركة، والمقصود بالرؤية المشتركة أن يكون لدى جميع العاملين في المؤسسة التعليمية رؤية موحدة عن الجودة ونظامها ومعاييرها وأساليب القياس للوصول إلى تحقيق الجودة وأساليب تلبية رضا العميل. المبدأ الثاني تفويض السلطة والعمل الجماعي، ومعناه إشراك جميع العاملين في كل العمليات، ولا بد أن تكون المسؤوليات واضحة وتحدد الأدوار بوضوح. ثالثا التحسين المستمر من تحسين للخدمات والمنتجات، والتحسين هذا يعتمد على التقييم الذاتي المستمر أيضا، فنتائج التقييم الذاتي تؤدي إلى خطط للتطوير والتحسين المستمر. أيضا التركيز على رضا العميل، سواء يكون العميل داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة. أيضا استخدام منهج النظام المتكامل في الإدارة، وهو التركيز على جميع المكونات في المؤسسة التعليمية وعدم إهمال أجزاء والتركيز على أجزاء أخرى. أيضا القيادة الملتزمة بالجودة، فلا يمكن أن تطبق الجودة في مؤسسة ما لم يكن من على إدارة هذه المؤسسة ملتزم بالجودة وبأساليبها، ويكون قدوة لمن عنده من الأفراد. التركيز على جودة العمليات، وتعني السيطرة على عملية الأداء وليس على جودة المنتج، لأن جودة الأداء تؤدي بالطبيعي إلى جودة المنتج. الوقاية، وهي تفادي الأخطاء قبل وقوعها وعدم الانتظار إلى حين وقوع الخطأ ثم نقوم بعملية المعالجة. أيضا اتخاذ القرار يكون مبنيا على الحقائق، وهذا يتطلب نظام معلوماتي دقيق وبيانات دقيقة، ويعتمد أيضا على تحليل البيانات التي سيتم جمعها. علاقة الكسب المتبادل بين الأطراف، وهنا المقصود بالأطراف جميع من لهم علاقة بالمؤسسة أو المنظمة، العملاء، المساهمون، الجمهور، المجتمع، أفراد المؤسسة فيما بينهم، فلا بد أن يكون هناك علاقة وثيقة وعلاقة ثقة بين هذه الأطراف. الآن مطلوب منك عزيزي المتدرب أن تذهب إلى رابط الأنشطة المصاحبة في الموقع وتقوم بتنفيذ النشاط المطلوب.